صباح الخير سناء، اش اخبارك؟ لاباس الحمد لله. كي دايره انت؟ الله يبارك فيك. وانت يا مزيانه؟ الحمد لله. ناشطه؟ الحمد لله ناشطه مع اللقاء المستقبلي. الحمد لله. لالا مرحبا بك دائما. بارك الله فيك اختي. كي داير كاع الطاقم كله لاباس؟ الطاقم كله لاباس عليه وفرحان وناشط حيت نتوما معانا ومنشطيننا ومنوريننا. الحمد لله. الحمد لله. سميره شنو غتعطينا اليوم؟ الا كان ممكن غادي نعطيك واحد الكيكه بالعصير نتاع الليمون. اييه طبعا ممكن، علاش ماشي ممكن؟ والقرقع وعصير نتاع التفاح. يلا تفضلي عطينا كيكه. مقادير العجينه. خمسه د المعالق نتاع الزيت. خمسه نتاع السكر. خمسه د المعالق نتاع عصير الليمون. بيضه واحده. خميره بيضه. نعم خميرة فاني وخمارة حمراء. وخمارة حمراء واخا. والدقيق حسب الخليط. ودي ما فيهاش بزاف ديال ما فيهاش بزاف المقادير. وثقي بيا والله إلا يلا كملت واحد السيدة صافي عندها عيد ميلاد اللي ولا اليوم. يا لالا ويا لالا ويا لالا تبارك الله عليك. وكيكة مع 11 44 يعني راكي حادقة وجدتي كلشي وبقات لك غير الكيكة ياك. تبارك الله عليك. نعاودوا لالا هاد المقادير اللي عطيتينا. قلنا ديال العجين خمسه ديال المعالق ديال الزيت، خمسه ديال المعالق ديال السكر، خمسه ديال المعالق ديال عصير الليمون، بيضه وحده، خماره وحده ديال الفاني، خماره وحده حمراء، ودقيق حسب الخليط. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. تبارك الله عليك. انت غادي نديروا الكريمه. كريمه نديروا عصير المهم حسب الكيكه. اييه نعم. عصير تاع خمسه ديال الليمونات. خمسه ديال الليمونات كنديرو فيه فانيا بيضه. والسكر حسب الذوق. والسكر حسب الذوق. وإلا كان عندنا نشا كنديرو ربعة د المعالق تاع النشا. أييه. وإلا ما كانش النشا نكتسرو غير الدقيق الفورت. هذا كيجي واقيلا بحال سيرولا. لا كيجي كريمة. كريمة. حيت كتزيدي فورت كيولي كريمة واخا. وكنضربوه مزيان قبل ما نديرو فوق العافية حتى ما يكون ذوك الفقاعات نتاع الدقيق الباينين. أييه. وصافي وكنديرو فوق العافية مهيلة ونبقاو نحركو على جهة وحدة حتى يولي كريمة. واخا. وصافي وكل كتلة طايبة وكنديرو فوق منها كنغطيو طبقة كاملة كيجي بحال كريم باتيسير هاك ما سايح ما والو كيجي قاصح. بلاتي سمحي لي دابا ملي غنصاوبو هاد العجين هاد الكيكة غندخلوها طيب ياك؟ كندخلوها كنخرجوها كنكونو موجدين الكريمة. صافي وكنديروها كنغطيو بها الكيكه كامله من الفوق. اييه. وكنشدو كنديرو جوج نتاع التفاحات بما ان دابا موجود في السوق. عطاه الله التفاح. كنديرو جوج نتاع التفاحات ولا ثلاثه كنقطعهم مرصوص كنخليهم بالقشره ديالهم. كنديرو غير دوك الوصفه البودور نتاعهم كنخليهم بالقشور كنقطعهم مرصوص صغار كنديرهم فوق العافيه كنديرو معلقه نتاع الزبده وجوج معالق نتاع السكر. وما كنخليوش التفاح حتى يحمر بزاف غير كيطيب. وكنزيد واحد الكاس نتاع القرقع مقطع قطع صغيره وكنخلطوه مزيان. وكنديرو طبقه من الفوق. واخا. ونخليوها تبرد وتصحى الراحه. تبارك الله عليك لاله. شكرا على الكيكه الرائعه. نعاود لك المقادير لان بزاف ناس دابا غيتصلوا يقول لك عاودوا لنا الكيكه. غنعاودهم لكم. كتبوا خمسه د المعالق ديال الزيت، خمسه د المعالق ديال السكر، خمسه د المعالق ديال عصير الليمون، بيضه وحده، خميره فاني وحده، واحد خماره حمراء، ودقيق حسب الخليط. كتخلطي هادشي كله كتدخليها الفران طبعا الشكل اللي بغيتي. كطيب كتجبديها كتكوني موجده لاكخيم. لاكخيم فيها عصير ديال خمسه ديال الليمونات يعني خمسه ليمونات كتعصريهم، فاني واحد، وسكر حسب الذوق بغيتي حلو بغيتيه ناقص. المهم انت ونظرك وانت كيف كتبغي تاكلي يعني الحلوه واش حلوه بزاف ولا شويه. كتزيدي يا اما اربعه ديال المعالق ديال النشا يا اما اربعه ديال المعالق ديال الفورس. كتخلطي داك الشيء مزيان كتخلطي مزيان عاد كترضي في العافيه حتى كيعقد كيولي كريم. كتجبدي كتحيديها من على النار وكتخوي على ديك الكيكه وكتكوني موجده جوج تفاحات مقطعين كالوريات صغار بالقشره ديالهم، معلقه ديال الزبده، جوج معالق ديال السكر، كترديهم فوق النار كتخليه يعني بحال كتعسليه. من بعد كتضيفي فوق ديك الكريم اللي غطيتي به الكيكه وكديري القرقع مقطع كتزوقي به ديك الكيكه وكتحطيها بالصحه والراحه ياك سميره. يا هذه شكرا اختي. تماما. ممكن نعطيك العصير ولا ما كفاش الوقت؟ اعطينا العصير اعطينا نختموا به. كيلو نتاع التفاح. اها. عصير زوج نتاع الحامضات. كيلو تفاح عصير جوج حامضات. 250 غرام تاع السكر. 250 غرام سكر. وزوج لتر نتاع الماء. جوج لتر ماء. اها.
كنقطعو التفاح كنقطعو قطع صغيرة أها وكنديرو عصير الحامض والسكر والماء وكنديرهم في طنجرة الضغط أه كيطيبو كيطيبو مدة 15 دقيقة أها كنسوي عليهم ونخليهم حتى يبردو ونطحنوهم في وسط الحارة كنديرهم بلاتي نعاود قلنا كيلو التفاح عصير ديال جوج الحامضات 250 غرام ديال السكر جوج لتر ديال الماء كنديرهم في طنجره الضغط كيطيبوا 15 دقيقه كنجبدوهم كنطحنوهم كنحطوهم في الثلاجه طبعا كيبردوا كنقدموهم بصحه وراحه ياك تبارك الله عليك تبارك الله عليك سميره من وجده تبارك الله على جميع المستمعات والمستمعين